عبد الصمد الإدريسي عضو فريق العدالة الأمنية. حنا جينا لمدينة كرزي في إطار قافلة المصباح الدورة الثامنة. هذه محطة سنوية كيديرها الحزب فريق الحزب العدالة الأمنية كل سنة. كنزورو فيها مختلف الأقاليم، كنجيو كنسمعو الناس كنتواصلو معاهم، وكانت اليوم يعني يمكن نقولو النوبة ديال هاد المدينة هذه اللي جينا. كان المفروض بعد نواب برلمانيين جوج التحقوا شويه متاخرين، جينا تذكرنا مع الناس احنا اليوم شنو الوضع السياسي اليوم، شنو كيدور في المغرب، لان كاين واحد مجموعه الامور الناس ما كتوصلهمش، وايضا لان احنا ملتزمين انه نبقاو دائما في التواصل مع الناس، دائما ما نقطعوش العلاقه ديالنا مع الناس، سواء كنا في المعارضه او كنا في الاغلبيه، سواء كنا ممثلين برلماني في هذا الاقليم ولا ممثلينش، لان هذه هي السياسه، كنعتبروا حنا السياسه هي القرب، هي التواصل، هي التواجد مع الناس.